في معتمدية جربة ميدونة، المركب الثقافي بالمدينة هو المشروع المعطل منذ سنوات عديدة لما انطلق في إنجازه منذ سنة 2008، لكن في الآونة الأخيرة مجهودات بذلت من عديد الأطراف لإعادة نشاط هذا المركب من حيث التهيئة والصيانة، خاصة على مستوى عديد التجهيزات التي ما زالت ناقصة في هذا المشروع. معطل احنا نعرفه اللي هو كان معناها من 2007 معناها تبرمج وبدت في الاشغال. الحمد لله احنا نحبوا ديما نكونوا معناتها نمشوا الى الامام ايجابيين ونمشوا الى الامام. اليوم هاجت الفرصه، جاء وقت الانجاز والحمد لله. راكم تشوفوا المنشاه ما شاء الله معناها متوفر فيها كل الظروف اللي سامحه معناتها باش تكون فاعله وناجحه لكون الجربه، بعد خاصة بعد إدماج هذا من التراث العالمي ولات معناتها قطب ثقافي كبير يجيوه من العالم، وخاصة انطلاقا من أولاد والمهتمين بالثقافة ورواد الثقافة في الجهة. دونك إن شاء الله باش يكون قطب ثقافي متميز. وزيرة الشؤون الثقافية زارت هذا المركب الثقافي ووعدت بإنجاز بقية مكوناته في أقرب الأجال حتى يصبح وظيفيا بعد تعطله لأكثر من 17 سنة. هي الأشغال تمت، زاد الربط بالشبكة الكهرباء صار تو، إن شاء الله عندنا زاد إشكال بسيط إن شاء الله نحلوه، وإن شاء الله قريبا هذا أنا نعتبره صرح ثقافي. المكان استراتيجي شفته أنت جاي معناها في وسط منطقة عامرة بالسكان، منطقة فيها زاد مدارس وفيها أطفال وفيها شباب، وشفت القاعة متاع العروض معناها الساعة متاحة، وإن شاء الله هذه مكسب لفائدة الجهة. هذه الزيارة من شأنها أن تضيف الكثير لهذا المركب الثقافي الذي ينتظره أهالي المدينة ومثقفيها، لكن إشكالات أخرى ما زالت قائمة، خاصة بتزويده بالماء الصالح للشراب، وفض هذا الإشكال قريباً.